السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عادل من قناة الاختراع المصري. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيه نبلة، بس نبلة قاتلة. انا عملت فيديو قبل كده يا جماعة لنبلة، بس نبلة بسيطة جدا وسهلة جدا، لكن دي هتبقى يعني ايه قوية شوية. طيب هنحتاج في الاول حاجة بلاستيك زي كده، او الافضل من كده هنحتاج ماسورة بلاستيك 40 سنتي بالحجم ده. ماسورة بلاستيك 40 سنتي بالحجم ده كده، تمام. هنجيب الماسوره وهنخرمها، هنفتح لها فتحتين من هنا بالمكوى او باي حاجه، بالمفك ولا باي حاجه، تمام. وهنفتح لها فتحه في النص بالظبط، وفتحتين من هنا كمان. طيب عشان نعرف ازاي نفتح فتحه في النص، لما نستخدم المسطره او نستخدم حته سلك ونتنيه على اتنين ونفتح فتحه في النص. طيب هنستخدم مع في الشرح استك من ده، استك ملابس او استك من العريض ده، والاستك العريض ده قوي جدا يا جماعه، بس مش موجود عندي دلوقتي، فهنستخدم النهارده الاستك ده. نعدي الاستك من هنا، تمام. هنستخدم البلاستر، نعدي الناحية التانية كمان. كده نربط كده، ونلف عليها بلاستر برضو. تمام كده يا جماعة. هنحتاج عصاية خشب زي كده، ورق ألمونيا أو ورق عادية، تمام. محتاج شاليمون ده، ناخد منها حتتين صغيرين كده قد بعض. جنب الأستيك من هنا، ونلف عليهم بلاستر. دخل الاستك بين الاتنين يا جماعة، تبقى المنظر ده كده. وده عملنا هنا لزق هنا كده في الحتة دي على الاستك، يبقى دي ملهاش لازمة بقى.
وبكده فضل التجربة فقط لا غير. زي ما انتم شايفين يا جماعه قويه جدا، اتمنى استخدامها في اي شيء ايجابي، واتمنى الاشتراك معايا للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما انتم شايفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عادل من قناة الاختراع المصري. ده الفيديو التاني يا جماعة لاختراع نبلة، بس النبلة اللي فاتت كانت قوية جدا، والفيديو موجود على الصفحة تقدر تتفرج عليه. لكن الفيديو ده ان شاء الله نعمل فيه حاجة بسيطة جدا وسهلة وسريعة. هنحتاج لاربع عيدان خشب بالمنظر ده، والاستيك، نقطع الاستيك تمام، والبلاستر. هنستخدم البلاستر هنا، نربط الأربع عيدان مع بعض كده بالمنظر ده. هنجيب الأستيك، هنعمل عقدة هنا كده بالمنظر ده، هنعديه من بين الخشب كده. عدوا الاستيك براحة يا جماعة جدا لانه بيتقطع بسرعة. تمام، الناحية التانية نفس النظام. هنمشي عليه بالبلاستر برضو من هنا. الناحية التانية. تمام بالمنظر ده، ونربط لزق هنا بلاستر في النص بالظبط. طيب هنجيب عود خشب تاني كده، هنجيب ورقة ألمونيا بالمنظر ده، أو ورقة عادية عشان ما نقعدهاش، عشان الناس اللي ما عندهاش. نحطها هنا، نلف على بلاستر، كده،
وبكده يا جماعة نكون خلصنا من نبلة قوية جدا ما شاء الله. زي ما انتم شايفين قوية جدا، اتمنى استخدامها في اي حاجة ايجابية، واتمنى الاشتراك معايا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.